مصر كبرت وخلتنا نفتخر أكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصاحبتنا، مصر دي أم الدنيا. الله عليكي يا بلادي، بقيتي أحلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها حاميها، ربي يخليك ليها وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، دايما بتزيد خيرها وإيديك بإيديك هتعمرها. حققت الوعد لينا، هتعيش يا مصر حرة، هتعيش ألف مرة، أجمل عروسة حلوة، عايشين عايشين الفرحة بيكي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة في برنامجكم هنا الجمهورية الجديدة. النهاردة معانا حلقة قوية جدا، معانا حلقة هنناقش فيها مواضيع تهم السوق العقاري المصري وكمان العربي. رحبوا معايا بدكتور وسام حماد، المدير العام لشركة دريم تاون للاستثمار العقاري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. رحبوا معايا كمان بشخص بقول عليه دايما دينامو في السوق العقاري، وهو أستاذ محمود مصباح، مدير فريق مبيعات شركة دريم تاون للاستثمار العقاري. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور، منوريني في الجمهورية الجديدة. نور. دكتور وسام، احنا دايما مع بعض في لقاءات ودايما بنتكلم عن مشاريع او طفرة عمرانية بتحصل سواء في التجمع، سواء في بيت الوطن، سواء في مصر بشكل عام. النهاردة عايزين نناقش شوية مواضيع ناس كتير بتسألها ومفيش اجابة ليها. هو يعني ايه استثمار عقاري؟ اقول لحضرتك على حاجة الاول، يعني خلينا نفصص الكلمة جزئين. يعني ايه استثمار؟ استثمار ان انا اجيب بذرة ازرعها عشان تنتج لي ثمرة في الاخر. الاستثمار العقاري، العميل وهو جاي يشتري شقة المفروض يدور على، لو هو غرض الاستثمار طبعا، يعني يدور على مساحة متوسطة يدفع فيها اقل داون بايمنت، بحيث ان هو يحط جزء صغير جدا كبداية للاستثمار ده، ويزيد مع الوقت. كل ما احط مقدم اقل هعرف اكسب على المدى الطويل مكسب اكتر. انا اعرف ازاي ان انا هكسب في اليونت دي اعلى مكسب؟ انا هعرف ازاي؟ في عوامل كتير بتحدد المكسب. اول حاجه ازاي اختار اليونت دي، اختار اللوكيشن، اختار الشركه اللي هشتري منها، الاسم المطور، اختار كمان شركه بتقدم انظمه سداد ميسره، يعني مقدمات بسيطه ومد وعدد شهور كبير، بحيث ان انا بدل ما ادفع بالك كبير في البدايه ادفع جزء صغير واقسط على الشهور بتاعت التقسيط، ان انا لما اجي ابيع مثلا بعد سنه او سنتين ما كنتش دفعت جزء كبير جدا من ثمن الشقه، فيبقى اعاده البيع بتاعتها صعب. انسب وقت اشتري فيه الشقه اول ما الشركه تطرح المشروع، ولا استنى لما اشوف انشاءات عشان اطمن في الاستثمار؟ في لو الاستثمار، الغرض استثمار. طيب في الاستثمار طبعا، في اللونش بتاع اي مشروع، اول يعني كل شركه على حسب، ممكن في ناس شركات بتحط على اول 10% من اليونتس، 15% من اليونتس، بيبقى عليها اوفر نظام سداد مختلف، مقدم اقل، ممكن ياخد الشقه بنص المقدم بس الحقيقي بتاعها ويقسط على نفس عدد السنين. فطبعا لو الغرض الاستثمار اشتري في بدايه المشروع في اللونش. طب اتكلمنا عن انواع الاستثمار العقاري، هل في انواع للاستثمار العقاري؟ طبعا احنا عندنا كذا نوع من الاستثمار تعودنا عليهم في السنين اللي فاتت. طبعا اول حاجه السكني والاداري والتجاري والطبي، ومؤخرا اللي انتعش طبعا واللي عمل الانتعاش في السوق العقاري في مصر الساحلي، بسبب صفقه راس الحكمه والمشاريع الكتير اللي نزلت هناك، وناس كتير توجهت للشراء في الساحل فعلا. طبعا بس ده انعش السوق العقاري كله، لان العميل اللي توجه لان هو يشتري في الجزء الساحلي في الساحل الشمالي وراس الحكمه
في ناس طبعا كتير راحت على اساس ان البادجت هيبقى 4 مليون 5 مليون فبيتصدم من السعر، فده انعش الناحيه الثانيه بقى السكني، ان لا بدل ما ادفع 8 مليون هناك انا ممكن ارجع اشتري بنفس 8 مليون دول 2 يونتس سكني، وهيبقى نفس هدفع برضو داون بيمنت 10 او 15% وهقسط على سنين كتير وهعرف اكسب فيها برضو. جميل. استاذ محمود انا بكلم دلوقتي رجل مبيعات. مظبوط. انا كعميل او مستثمر هل ممكن احتاج لمستشار عقاري؟ اكيد. ليه ما انزلش الف بنفسي واتفرج في شركه واثنين وثلاثه وعشره وزي زمان ابتدي اقارن واشوف ايه الانسب لي؟ ليه لازم دلوقتي في الجمهوريه الجديده ان يكون في مستشار عقاري او في شركه تسويق عقاري مسؤوله عن استثمار عميل، خصوصا لو معاه مبالغ كبيره، لو بيستثمر بمبالغ كبيره ليه مزبوط. لازم؟ هي وظيفه المستشار العقاري عامه وظيفه مهمه جدا. طبعا هي حتة ان انا اوصل لمستشار عقاري بتاخد مني وقت كبير جدا، لازم يكون عندي خبرة كبيرة في المجال، اشتغلت في انواع كتيرة، اشتغلت في سكني، اشتغلت في اداري، اشتغلت في تجاري، عندي خلفية عن الاراضي، عندي خلفية عن المكان نفسه، رؤيته في المستقبل هتبقى عاملة ازاي في الاستثمار. طيب المستشار العقاري ده وظيفته ايه مع العميل؟ المستشار العقاري وظيفته مع العميل بيقدر يوجهه ناحية اللوكيشن الصح، سواء كان في سكن او في استثمار، يقدر يعمل معاه بيمنت بلان، أنظمة سداد مناسبة لي بحيث أنه ما يقدرش يتعثر فيما بعد، يقدر يحدد له سواء كان عشان احنا عندنا معايير للشراء عامة. طيب اللي بيقدر بمعنى معايير للشراء، أنا عندي دلوقتي غرض من الشراء، طيب الغرض ده في غرض استثماري وفي غرض السكن، طيب أنا دلوقتي كل حاجة ليها معايير مختلفة. أنا لو بفكر أشتري عشان أستثمر بركز جدا على اللوكيشن بتاع المشروع نفسه، طيب يا ترى الشقه نفسها واجهه ولا جانبيه، ابتدي اشوف الاماكن اللي فيها اقل في الكثافه السكانيه عشان دي طبعا بتبقى ارقى فبالتالي الاستثمار فيها اعلى. طيب انا دلوقتي جاي عايز اسكن فببتدي اشوف الاماكن الهاديه، ببعد عن الطرق الرئيسيه، مش بشتري على طرق رئيسيه بس في نفس الوقت لازم يكون جنبي خدمات والطرق الرئيسيه جنبي، فانا عندي اكتر من معايير بناء عليها باخد خطوة الشراء سواء كان في الاستثمار أو في السكن. طيب مين اللي بيقدر يساعدني في حاجة زي كده؟ هو المستشار العقاري، هو ده اللي بيقدر يحدد لي طلبي سواء كان أنا عايز استثمر أو عايز أسكن، يقدر يحدد لي المكان اللي أنا أشتري فيه، طيب نسبة الربح بتاعتي كمان سنة كمان سنتين هتبقى قد إيه؟ مين اللي بيقدر يشرح لي الكلام ده بالتفصيل؟ هو المستشار العقاري، فطبعا وجوده مهم جدا وإحنا بناخد أي خطوة علشان ده اللي بيقدر يحدد لي في المستقبل الطريق اللي انا ماشي فيه ده صح ولا لا، بس هي دي الفكره يعني. والمستشار العقاري بيعمل ده بناء عن خبره طبعا ودراسه وسيرش كتير جدا اكيد فبينقل كل ده في قاعده زي ما بيقولوا للعميل، والعميل يبتدي يقارن، والعميل من حقه يراجع ورا المستشار العقاري ده ويشوف ايه الانسب له. طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا. هل كل رجل مبيعات مستشار عقاري؟ اكيد لا طبعا، في ناس بتبيع هي لسه داخله المجال على قد المعلومات اللي عنده، فهو موجود قدامه بروجكت بيعرف تفاصيل البروجكت وبيبيع التفاصيل دي او بينقل الصوره دي للعميل، ده رجل مبيعات هو بياع مش مستشار. طيب المستشار العقاري ده بيبقى عنده درايه كافيه بالمكان بالكامل، عنده معلومات قويه جدا، دارس كويس اقتصاد، طيب عشان نسبة الزيادات اقدر احدد للعميل اقول له اشتري في المكان ده الاستثمار فيه كويس، طب يا ترى هيزيد ولا لا، يا ترى هنقدر نكسب منه كويس ولا لا، الحاجات دي محتاجة خبرة، محتاجة ان انا عندي دراية كافية بالسوق، دايما بعمل ابديت للمعلومات بتاعتي، مش مقتصر على مثلا حاجة معينة انا شغال عليها زي سكني، لا طبعا بيبقى عندي خلفية عن السكني وعن التجاري وعن الإداري، طيب معدل الزيادة السنوي عامة بيبقى قد إيه؟ علشان أما أجي أحسب للعميل أنا إزاي أقدر أقول له أوصله معلومة أنت هتكسب مثلا الرقم ده كمان سنة أو كمان سنتين، الكلام ده بناء على حسابات، طيب الحسابات برضو اللي أنا بعملها للعميل لازم تكون دقيقة جدا علشان ما يجيش في منتصف الوقت وهو بيقسط يتعثر فيضطر اللي هو يبيع قبل الوقت اللي هو ممكن كان يبيع فيه ويكسب فيه، فالحاجات دي مهمة جدا اللي أنا أقدر أوجهه صح، اللي أنا أقدر أعمله أنظمة سداد
تكون ملائمة لإمكانياته بحيث أنه هو ما يقدرش يتعثر في مدة الإقساط بتاعته يعني. هسألك سؤال مباشر. أوكي. إيه الفرق ما بين السمسار والمستشار العقاري؟ هلا هو في فرق كبير طبعا. إيه ما بين السمسار والمستشار العقاري. هو السمسار جاله عميل تمام عايز او جاله زبون بقى عايز شقه فبيبتدي يوري له اكتر من شقه تمام دي عجبتك لا ما عجبتنيش ابتدي اشوف حاجه تانية دي وظيفه السمسار. طيب المستشار العقاري او اللي شغال في المبيعات يعني لا طبعا هو انا بشوف احتياج العميل ايه. طيب انت تخيل كده ديزاين اليونت بتاعتك عامل ازاي احلم وانا بالظبط كده في اي مكان قول لي احتياجك مش في منطقه معينه بالظبط كده وبقدر اعمل له فروقات ما بين الاماكن وبعضها بقدر اشوف تخيلاته هو نفسه في ايه في الديزاين الداخلي ابتدي اشوف هو احتياجه ايه بالظبط فيما بعد اليونت دي لا هو حاجه على الواجهه لا حاجه جانبيه لا طيب هو احنا دلوقتي اليونت دي مناسبه فيما بعد لو حبيت ابيعها يا ترى هكسب فيها كويس ولا لا علشان المساحات بتفرق جدا في حته الاستثمار الموقع نفسه بيفرق جدا في حته الاستثمار فالسمسار عمره ما هيقدر يوصل للعميل احتياجه انا بخلق النيد عند العميل بتخلق النيد عند العميل بخلق النيد عند العميل حتى لو هو مش عايز يشتري بس ممكن تقنعه ان ده افضل استثمار بالظبط كده ما انا مش كل العملاء على فكره بيبقوا عايزين بيسالوا عشان يشتروا ده مبدئيا هو في ناس بتسال من اجل الفكره طب انا عايز اخد فكره عن الاسعار من هنا بقى بنقدر نخليه بالبادجت بتاعته ان هو يستثمر ويشتري في المكان الصح. هاخد من كلامك واسال دكتور وسام هل الاستثمار العقاري هو دلوقتي الاستثمار الامن ومفيش ظروف قدرت تاثر عليه مثلا؟ طيب نرجع كده للسنه اللي فاتت 2023 ناس كتير قالت ان الطفره اللي حصلت في اسعار العقارات والزياده اللي حاصله كلها عشان تغير سعر الصرف. اول كان وجود سعرين للصرف فده اللي اثر على اسعار مواد البناء وان الاسعار زادت بالسبب ده. طيب لو عملنا كده احصائيه بسيطه من شهر فبراير لحد النهارده ست شهور اللي فاتوا دول سعر الصرف ثابت مفيش سعر موازي اسعار الذهب زادت 15% عالميا ماشي هنيجي بقى نبص لاسعار العقارات اسعار العقارات زادت 33% في الست شهور اللي فاتت 33% ده نتيجة زيادة الطلب على العقار يعني مش مربوط ولا بعملة ولا بذهب ولا بأي اقتصاد تاني هو في الآخر العقار هو سلعة اللي بيأثر عليها العرض والطلب طول ما في طلب زيادة طول ما السعر هيزيد العميل دلوقتي سواء جوه مصر أو بره مصر شايف إن الاستثمار العقاري داخل مصر هو الاختيار الأفضل طبعا لان سعر المتر هنا في مصر يعتبر اقل سعر في الدول المحيطه سواء في الخليج او حتى لو رحنا الناحيه الثانيه البرتغال واسبانيا وتركيا اللي العرب بيستثمروا فيهم والمصريين برضو مؤخرا هتفضل مصر هي اقل سعر متر سواء في السكني او في الساحلي وفرق العمله خلاهم لا انا اشتري في مصر مثلا لو اليونت بمليون دولار بالنسبه لي لا انا اشتري فيلا في مصر وما اشتريش شقة أو استوديو في أي دولة أخرى بالنسبة للمصريين المغتربين هو في الآخر عنده دخله ثابت بالعملة اللي بيقبض بيها اللي مربوطة أصلاً بالدولار فهو دخله ثابت أسعار الشقة في مصر بالنسبة له أكنها بترخص بترخص بس مع زيادة أسعار الشقة أو اليونتس العقارية بشكل عام بتهيألي برضو في بالانس يعني الشقة اللي كانت بمليون جنيه بقت بأربعة تمام فقيمة الألف دولار اللي هو كان بياخده حتى لو اتضرب في أربعة هي هياها أقول لحضرتك على حاجة إزاي قدرتوا تجذبوا الناس وتشدوهم أنا دايما بقول الأزمة أو الركود اللي حصل في آخر من 3 لـ6 شهور في السوق بسبب بقى اللي خاف اللي بقاش عارف ولا يبيع ولا يشتري طب اغلبيتها خوف اعرض حضرتك بس في حته اتفضل الركود حصل فعلا من امتى من شهر 1 لحد شهر 4 4 شهور يعني مش لحد شهر 6 لا هو في كلمني عن شركه دريم تاون حققت التارجت من شهر 4 لشهر 6 كان في اقبال كبير جدا احنا عايز اقول لك مش كل الشركات كده يعني بس هو الواقع واللي احنا شايفينه
واللي ده المفروض يحصل ورقيا واللي احنا شايفينه اصلا كده كده في دراستنا من اول السنه، ان خلاص مجرد ما هوجة تثبيت سعر الصرف تخلص الناس كلها كان المخاوف ان الدولار وصل 70 وبعدين نزل 50، فالناس حست ان هي خسرت، انا خسرت الفرق ده، فالناس حصل لها صدمه. طب ما انا خلاص طب ما استثمرش، ما على فكره سواء المطور او العميل الاثنين، لا احنا كمطور احنا فعلا ما السوق عرض وطلب، انا ما بقاش عندي معروض في الفتره دي، كل الناس كان مخاوفها طب انا اشتري دلوقتي ليه، ما الدولار لو زاد تاني انا ابيعه بالسعر الاعلى وابقى انا اللي استفدت. المخاوف دي استمرت من نص شهر 2 من تحرير سعر الصرف في البنك المركزي لحد نهايه شهر 4، من بعد نهايه شهر ابريل خلاص الدنيا بدا يبقى فيه استقرار، خلاص الناس اتاكدت ان مش هيحصل حاجه، فالعميل بدا تاني يرجع طب الاستثمار، طب ما هو شايف ان في الكام شهر دول سعر العقار بيتحرك برضو بخوف المطور بيزود الاسعار عشان بيزودها حتى مش في المعقول، عشان يقول لك انا مش عارف ايه اللي هيحصل، المواد الخام بتغلى، وعلى فكرة في بعض من مواد الخام سعرها بدأ يستقر ويقل، وفي حاجات تانية بدأت تغلى قوي، فهو لازم يعمل حسابه في دراسة الجدوى، فطبيعي هيغلي، فالعميل اللي اشترى مبسوط والعميل اللي ما اشتراش خايف ان هو يستنى اكتر، فهل العقار لسه هيزيد كمان طبعاً بشكل ملحوظ بشكل كبير؟ طبعا احنا الزياده اللي احنا بنتكلم فيها ال 33% اللي حصلت في الكام شهر اللي فاتوا دول اكدتها الدوله باعاده تسعير الوحدات الخاصه بها، مشروع جنه مصر وسكن مصر الحكومه من 1 اغسطس رجعت اعاده تسعير الوحدات، فده معناه ان العقار عليه طلب، حتى هي وزاره الاسكان وهيئه الملكيه العمرانيه غلت الاسعار رغم ان هي بتسلمها فوري، فهي تكلفتها منتهيه بالنسبه للدوله، زودت الأسعار لأن الإقبال في الشهور اللي فاتت زاد. عندنا كمان حاجة تأكد حوار الطلب زايد، هيئة المجتمعات العمرانية طرحت مجموعة شقق للمصريين العاملين في الخارج في ضمن مشروع بيت الوطن في كذا مدينة في مصر، في العالمين والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، طرح 1800 شقة تقريبا، اتعمل عليهم حجوزات مبدئية 15000 حجز، يعني بنتكلم تقريبا 10 اضعاف الشقق اللي نازله، فده معناه ان الطلب زياده جدا، وده اللي خلى شركات العقارات كمان تطمن ان هي تطرح مشروعات جديده، ان لسه في طلب، إن الطلب موجود كبير. هاخد من كلام دكتور وسام واسالك سؤال ليه علاقه بالنيد بتاعه العميل. حضرتك قلت نسبه كبيره جدا من العملاء اللي بيكلمونا او يستفسروا ما بيكونش عندهم النيد، كلام دكتور وسام العكس، ان في اقبال كبير جدا وان الناس بتشتري والناس عندها نيد، انت بتعرف ازاي تحكم على العميل عنده نيد ان هو يشتري ما عندوش؟ اوكي طيب، هو انا دلوقتي ببتدي ادخل في حوار مع العميل، بشوف احتياجه ايه بالظبط، انا عايز شقه مساحتها كذا، طيب انت الاول عايز حاجه توفر لك، انتوا عدد الاسره قد ايه، حابب حاجة غرفتين أو أكتر من غرفتين أو ثلاثة أو أربعة، ببتدي أشوف هو عدد أسرته قد إيه، طيب الغرض من الشراء هو استثمار ولا سكن، ده مهم جدا، ببتدي أشوف هو البادجت بتاعه عامل إزاي. العميل ودي حصلت معنا بالفعل كتير، يعني هو في عميل بيتصل فعلا هو من أجل أنه يعرف السوق ماشي إزاي، هو الاستفسار مش أكتر، بس معاه فلوس بس مش يعني مش أخذ قرار أنه يشتري بالضبط كده. هو أنا من هنا أقدر أشوف أنا العميل ده هو هدفي اللي أنا أقدر أوظف له فلوسه في المكان الصح، واحنا زي ما احنا متفقين ان الاستثمار العقاري هو امن استثمار طبعا، فبيكون يعني عندك انت بقى هدف ان انت تخلق عنده النيد بالضبط كده. فهو بيبتدي يسألني عن الأسعار، ببتدي أدخل معاه في النقاش، طيب أنت تقدر تدفع مقدم قد إيه، طيب القسط الشهري بتاعي. هو الميزة بصراحة إحنا كمان عندنا أنظمة سداد يعني خيالية، أنظمة سداد كويسة جدا. قولي آخر نظام شركة دريم تاون طرحته في السوق العقاري المصري أو العربي وفي إقبال كبير عليه. هو إحنا متفقين إن دلوقتي ما فيش مقدمات أقل من 10%، بل بالعكس ده معظم الشركات عاملين مقدمات 25 و30% علشان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي
اي كاش فلو بيدخل بيبقى مهم جدا يعني. لا احنا ستارت مقدم من 10% واطول فتره سداد بتوصل لحد 72 شهر، وما اعتقدش في سوق القاهره الجديده بالاخص في مقدمات بتوصل 10% دلوقتي، بل بالعكس ده انا عندي مميزات شويه. العميل بقول له شوف القسط الشهري اللي انت عايز تدفعه كام وانا اخليك تدفع القسط ده فعلا. طيب. المناسب لمرتبه او الدخل الثابت بتاعه بنبتدي نهندل البيمنت بلان. طيب انا عايز اعمل دفعات سنويه، ودي طبعا بتبقى اميز او افيد كتير للعميل، علشان قيمه الدفعه لو دفعها دلوقتي غير لما يدفعها كمان سنه او كمان سنتين، فانا بقدر اوفر له حاجه زي كده، دي بتبقى كويسه جدا ليه، ودي من الاسباب القويه جدا اللي بتخلي العميل ياخد خطوه الشراء. هي نظام السداد، نظام السداد ده من الحاجات المهمة جدا، والحمد لله احنا عندنا أنظمة سداد مميزة جدا، استارت من 10% مقدم، أنظمة قسط بتوصل لحد 72 شهر، وبظبطها على حسب إمكانية العميل برضه. شركة دريم تاون طرحت النظام ده في السوق العقاري المصري وكمان خارج مصر، يعني أنتوا عندكم عملاء بيكونوا عايزين مثلا شقق في القاهره الجديده ويقول لك انا ممكن اتعاقد على النظام ده، في اقبال على اخر نظام حضراتكم طرحته؟ طبعا هو انا دلوقتي كتير قوي مش عارف ياخد الخطوه علشان البلك اللي في الاول مش قادر يدفعه. ليه؟ علشان انا لما ادفع مليون مقدم او مليون و200 الف مقدم مثلا غير لما ادفع 500 الف مقدم، فانا قدرت اوفر ان العميل يقدر النهارده يمتلك شقه باقل مقدم اللي هو ال 10%، وده طبعا نادر شويه في السوق دلوقتي، فقدرت اخلي العميل اللي هو نفسه يستثمر او نفسه يحافظ على قيمه الفلوس بتاعته ومش عارف يشيل فلوسه فين او يوظفها فين، فانا طبعا زي ما احنا متفقين الاستثمار العقاري هو رقم واحد، فانا قدرت اخليه ياخد الخطوه دي بالمقدم اللي انا وفرته له ال 10% مقدم. استاذ محمود احنا كده متفقين ان احنا عندنا طلب كبير على الوحدات السكنية كمان بشكل كبير، ولكن في ناس كتير بتتصل وما بيكونش عندها بقى النيد ان هي تشتري عشان تسكن بس معاها فلوس. مظبوط. مدير المبيعات او السيلز الشاطر هو اللي بيخلق عند العميل النيد عشان يقدر يساعده ويقدر يساعد ويدعم عجلة التنمية اللي بتحصل في مصر. أكيد. متفقين. أكيد. دكتور وسام، أنا كعميل نزلت عايز أشتري في منطقة معينة وشفت بقى تفاوت في الأسعار، سعر المتر هنا بجنيه، هنا باتنين، هنا بخمسة، أختار إزاي السعر المناسب وأعرف منين إن هو ده المناسب اللي هيتبنى بيه أعلى كواليتي، هيسلموني فعلا، هستلم بنفس التصميم الهندسي؟ اشرح لي. طب خلينا نتكلم الاول في كام نقطه ليهم علاقه بان انا اصلا عشان اخد اسعار من شركات ما ينفعش اروح اخد من كل الشركات اللي قدامي في السوق. انا بدور على الشركات اللي فعلا ليها ثبت اعمال قويه، اللي ليها مشروعات حجم تنفيذ مشروعات كبير حاصل في الوقت الحالي، لان دي اصعب فتره تقريبا حاصله في السوق العقاري. ان انت دلوقتي بتسلم مشروعات اتباعت من 3 سنين لما سعر المتر كان 8000 و7000 جنيه. نعم. فالعميل قبل ما يشتري يشوف مين الشركه اللي سلمت فعلا العملاء دول الوحدات بتاعتهم، والشركه اللي عندها حجم انشاءات كبير على ارض الواقع. يعني انا لو نازل اشتري في بيت الوطن مثلا ما اروحش اقول في مشروع هنا هو لسه بيطرحوه المتر فيه بجنيه انا اجري عليه، لا انا اشوف الشركه دي سلمت قبل كده او في اي منطقه اخرى سلمت قبل كده. كمان حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، لما باعت من 3 سنين وسلمت العملاء فعلا ولا راحت قالت لهم في تغيير في سعر المتر؟ مزبوط. لا احنا هنتاخر شويه، لا اصل احنا عندنا تعثر مش هنبني. وسلمت فعلا نفس الواجهات اللي كانت في العقود ونفس المواصفات التشطيب اللي كان العميل متفق عليها وماضي عليها ولا لا؟ للأسف الفترة الأخيرة حصل تغيرات كبيرة جدا في شركات كبيرة قفلت وتعثرت، اللي معرفش يواجه الزيادة اللي حصلت في أسعار مواد البناء. في ناس قال للعميل لا احنا هنتنازل عن شوية من مواصفات التشطيب، مش هنعمل رخام في المدخل، مش هنعمل أسانسير عشان أسلمك الوحدة بتاعتك. طبعا دي كلها مشاكل ماشي حاصلة فعلا في السوق والكل لمسها، بس في النهايه الاند يوزر العميل اللي جاي يشتري شقه
هو ملوش دعوة. صح، ليه فلوسه. أنا تعاقدت على وحدة والعقد بيني وبين الشركة والطرفين ماضين، أنا تقبلت أن أنا أخذ منك الفلوس على 6 سنين وهسلمك الوحدة واتفقنا على سعرها، فالمفروض وقت التسليم أسلمك زي العقد ما كان بيقول، بنفس بنود التشطيب بنفس الوجهات. ده أول حاجة في حتة تفاوت الأسعار، لأن فعلا العميل النهاردة في كل، مش في القرية ده بس، في كل المناطق هيسمع فعلا زي ما حضرتك بتقولي واحد واثنين وخمسة، والاثنين جنب بعض، الاثنين ممكن يبقوا لازقين المشروعين في بعض صور في صور. صح، وده حصل في كله، في السيبريت وفي الكومباوند. مظبوط. زي ما قلنا أول حاجة هيبص على سابقة الأعمال وحجم التنفيذ، تاني حاجة يشوف حجم الشركة اللي بيشتري منها، هي الشركة عندها كم مشروع، ملكية الشركة للمشروعات، هي الشركة هي المالكة فعلا ولا هي بس مسوق للمشروعات، الشركة فيها مستثمرين خارجيين بتفرق ولا لا. طبعا الشركة لو فيها مستثمرين خارجيين طبعا المستثمر هيبقى ليه الأبر هند، هو اللي هيتحكم، هيقول له لا وفر لي في كذا اعمل كذا، انما الشركة طول ما هي مالكة لمشروعاتها هي بس اللي هتقدر تتحكم في مواصفات التشطيب، وبتبقى خايفة على اسمها طبعا، فهتلتزم، لان في الاخر انا حاجه في العقد، انا مش جاي ابيع للعميل النهارده وهختفي بكره، الشركه موجوده بقى لها سنين والتارجت ان هي تكمل سنين تانية قدام. حضرتك قلت لنا تقريبا كل العوامل المرتبطه بالشركه، انا اول حاجه ادور على الشركه اللي انا هشتري منها طبعا، تاني حاجه ابدا بقى ادور على اللوكيشن، موقع المشروع ده فين، واشوف فين برضو في احتياجي دي. لا الاول اشوف اصلا المدينه نفسها اللي انا هشتري فيها، يعني في الغالب في السنين اللي فاتت في السنتين ثلاثة اللي فاتوا العميل هدفه استثمار أكتر من سكن، فاللي بيستثمر مش فارق معاه أنا هستثمر في القاهرة الجديدة ولا في الشيخ زايد ولا في العالمين، أنا في الآخر أنا هشتري يونت عشان هباعها كمان سنتين وأكسب فيها. فأول حاجة العميل يدور عليها المدينة نفسها، هل المدينة دي استثماريا فعلا في السنين اللي فاتت سعرها بيزيد؟ يعني لو جينا نتكلم النهاردة القاهرة الجديدة سعر المتر زاد من 7000 جنيه من 3 سنين للنهاردة وصل 25,000 و26,000. ده في كم سنة؟ في 3 سنين. 3 سنين. الكلام ده ممكن ما يكونش حصل في مدن تانية وفيها نفس العمران ونفس المميزات بتاعت القاهرة الجديدة. إنما إزاي اللوكيشن يفرق عن اللوكيشن؟ إزاي؟ طيب القاهرة الجديدة في خصوصا في الفترة الأخيرة لما العاصمة الإدارية الجديدة بدأت تبان وتظهر فعلا الإنشاءات فيها، ده رفع من قيمة القاهرة الجديدة لأنها هي بوابة العاصمة. نعم. وده رفع حتى الكومباوندز اللي حوالين العاصمه زي مدينتي ووصال وسراي، كل الكومباوندز اللي قريبه من العاصمه الاداريه والمناطق كلها سعرها رفع مقارنه باسعار في بقيه المدن في مصر، ما زادتش الزياده الرهيبه دي لان الطلب زاد. انا دلوقتي معايا بادجت عايز اشتري في العاصمه مثلا، ما عرفتش اشتري ايه اقرب حاجه، اروح اشتري في بيت الوطن في القاهره الجديده، المسافه عشان كده مسكت سعر زي ما بيقولوا عالي. طبعا العميل اللي اشترى من 3 سنين كسب ملايين فعلا، يعني لو شاري الشقه بـ1,000,000 هو النهارده بيبيعها بـ4. انا شايفه ان ده دور المستشار العقاري مش العميل. المستشار العقاري المفروض يعمل له دراسه ويقول له دي اميز منطقه تشتري فيها، وبعد كده يدور على الشركات المحترمه المميزه الصادقه اللي عندها مصداقيه في جوده التسليم وفي ميعاد التسليم كمان. لكن ان هو يعرف ايه افضل لوكيشن من نفسه، العميل في الاخر هو اللي هيدفع الفلوس مش المستشار العقاري. طب العميل من العميل يعمل ايه؟ يجتهد شويه ويدور. جزء من يعني عنصر من العناصر اللي ممكن يستخدمها فعلا المستشار العقاري، انما لا في احصائيات بتطلع واحصائيات رسميه من الدوله باسعار المتر في المناطق، زي مثلا صفقه راس الحكمه. كلنا كنا عارفين ان بعد الصفقه دي المنطقه بالكامل هتروح في حته طبعا احلى بكتير، عشان كده فعلا في ناس كتير توجهت للمنطقه دي. لا والدوله نفسها لما بتنزل وحدات خاصه بيها بهيئه المجتمعات او بوزاره الاسكان او بنك الاسكان والتعمير، انا بشوف الدوله نفسها مسعره المنطقه دي بكام، مسعره في القاهره الجديده بكام، مسعره في الشيخ زايد بكام، فساعتها العميل هيقدر برضو يحدد مين المنطقه اللي سعرها بيزيد، لان الطرح الحكومي تقريبا شبه دوري، احنا بنتكلم تقريبا كل 6 شهور بقى في طرح. نعم. لوحدات سكنيه، فالعميل بيشوف بعينه ان الشقه اللي الدوله مثلا كانت بتطرحها ب 15,000 النهارده بعد 3-4 شهور تطرح تاني ب 18، بعدها بتبقى ب 20،
فهيشوف ايه المناطق اللي السعر فيها بيزيد دي اللي يتوجه لها في الاستثمار. يبقى العميل اول حاجة بيسأل عنها الشركة وسابقة اعمالها وانها سلمت نسب الفعل. تاني حاجة ان احنا نروح نشوف اميز لوكيشن بيمسك سعر وبسرعة. في عنصر تالت العميل ممكن يحطه في حساباته وهو بيختار اي يونت. موقع بقى المشروع، الوحدة اللي انا هشتريها دي بانوراما بتطل على جنينة جوه ميني كومباوند، في خدمات في المشروع ولا ما فيش، ده اللي بيفرق بقى مع العميل. وطبعا البادجت بتاعه بيحدد المساحة، ما عايز يشتري 160 متر 180 متر. طبعا المساحات المفضلة للاستثمار من 150 ل 180 متر، ده لو العميل شاريها لغرض الاستثمار ومش هيسكن فيها، عشان تبقى اسهل في البيع بعد كده، ما يبقاش سعرها يعني لما السعر المتر يزيد يبقى ثمن الشقة الاجمالي زاد فتبقى تقيلة في اعاده البيع. دكتور وسام احنا هنطلع فاصل بس هنرجع نكمل حديثنا، ازاي العميل يشتري في الوقت المناسب ويبيع امتى، بعد سنه، بعد ست شهور، بعد ثلاثه، بس بعد الفاصل. هتعيش يا مصر حره، هتعيش الف مره، اجمل عروسه حلوه، عايشين عايشين الفرحه بيكي. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقة قوية جدا، وهنعرف دلوقتي اي عميل بيشتري يونت يشتريها امتى، ايه الوقت المناسب ان هو يدخل يشتري فيها الوحدة بتاعته. ودكتور وسام رد قال ان احنا في اللونش عند طرح المشروع، سواء بقى في انشاءات لسه اوف بلان، بس اول ما يطرحوا المشروع لو شركة طبعا موثوق فيها نبتدي ناخد فيها يونت. طيب ابيعها امتى بقى؟ بعد ست شهور كفاية؟ طيب بعد كوارتر؟ بعد سنة؟ هنعرف من دكتور وسام. موضوع عقد البيع ده في عملة كتير بتبقى مستعجلة ان هي تكسب بسرعة. نعم الصح واللي يحقق اكتر فايدة للعميل ان هو يبيع بعد ما يكون سدد على الاقل 30% من ثمن الوحدة. يعني بعد قد ايه وقت يعني، ولا هي مربوطه بال 30%؟ بس لا، لو هو شاري بالنظام الداون بيمنت 10% تقريبا هيحقق 30% بعد سنه. بعد سنه قبل كده يعني مش هيكسب قد مثلا المكسب اللي هيحققه بعد لأن سنه، لان في النهايه العميل بيكسب نسبه للي هو دفعه. بس في ناس كتير بتبقى عايز تدخل تشتري مثلا يونت عقاريه يقول لك انا عايز ابيع كمان 3 شهور. ده بقى في لو حد لحق فعلا يشتري في اللونش، انت بتشتري بسعر متر مختلف بنظام دفع مختلف، هل بعد 3 شهور هيكون السعر اتغير بشكل مرضي؟ هو ممكن، وحصلت السنه اللي فاتت ان ممكن لو جه يبيع الشهر الجاي يكسب بعد شهر، حتى مش هيستنى كوارتر. حالات استثنائيه وستيل على فكره موجوده، السوق ممكن يحصل فيه اي هزه تاني، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. ليه؟ انت طول ما عندك الطلب بيزيد بالسرعه الرهيبه دي، بدليل ان الاسعار زادت، واسعار المواد الخام ثابته، اسعار العقارات زادت في كل الشركات سواء وفي كل المدن كمان. ده بسبب الطلب، الطلب زايد بطريقه مرعبه. والطلب احنا السنه دي حتى عملاء من بره مصر ومش عرب، يعني عندنا عملاء من المانيا والسويد بيجوا يشتروا في مصر، وهو العميل اصلا عمره ما زار القاهره الجديده، هو مش عارف هي فين، بس هو من الشو الاعلامي اللي معمول لمصر والطفره العمرانيه اللي حاصله العملاء عايزه تشتري. هل العملاء عايزه تشتري عشان الاسباب دي بس، ولا ممكن مثلا عشان احنا جالنا توافد من اخواتنا طبعا السوريين، بعد كده السودانيين باعداد كبيره وضخوا اموالهم في شراء وحدات سكنيه عشان يسكنوا، هل ده مثلا عمل انتعاش مثلا للمشاريع وحقق لهم اعلى مبيعات؟ انتعاش في حاجتين، في الاسعار الايجارات طبعا الاسعار زادت تقريبا بنسبه 100% الايجارات بسبب الاخوه السودانيين لما نزلوا مصر. تاني حاجه انعش الشقق او الوحدات الاستلام الفوري، مفيش حد هيبقى عايز جاي نازح او جاي من بلده هيشتري شقه ويستلمها كمان 3 سنين. نعم هو عايز يستلم
على المفتاح. فالجزء ده فالموضوع الاخوه السوريين والسودانيين ما اثرش عندنا احنا في حاجه، هو الطلب عموما زي ممكن اثر فعلا في الايجارات والوحدات الاستلام الفوري او الحاجات الريسيل، ان انا شاري شقه مقفوله هبيعها، انما الطلب زايد سواء من المصريين او العرب او حتى الاجانب السنه دي على الشراء في مصر لكذا حاجه. طبعا زي ما قلنا ان سعر المتر اقل بكتير من اللي حواليك، وهو شايف الطفره العمرانيه اللي حاصله، تطور في الطرق شبكه الطرق، فبالنسبه له لقطه اشتري شقه في الاخر اغلى وحده سكنيه في عماره سفرت في مصر بكام؟ ب 5 6 مليون مكسم. جنيه، فبنتكلم تقريبا في 100,000 دولار. فبالنسبه لاي عميل بره هو السعر منطقي جدا، اقل سعر وحده في اللي احنا بنقارن بيهم زي ما قلنا البرتغال واسبانيا وتركيا، انت بتتكلم في 350,000 دولار، فانت انت تلت ثمن الوحده. تمام استاذ محمود، ازاي اوجه العميل للطريقه الصحيحه ان هو يقيم اليونت اللي هو بيشتريها، يقيمها ماديا استثماريا ازاي؟ هو بنرجع تاني ونتكلم على لوكيشن المشروع من الحاجات المهمه جدا. انا اول ما باجي افكر في حته الشراء ببتدي اشوف الشركه الاول، المطور نفسه زي ما اتكلمنا ليه سابقة اعمال، هو المالك للمشاريع بتاعته، داخل معاه مستثمرين ولا لا، مواصفات التسليم بتاعته بتبقى عامله ازاي، وبناء على كده ببتدي اخد الخطوه في الشركه دي. لو توفرت كل العوامل اللي اتكلمنا فيها مع دكتور وسام في اليونت، مظبوط، انا كعميل بقى اقيمها انها تستاهل العشر قروش دي ازاي؟ انا اول حاجه بنزل السايت بشوف الموقع نفسه، انا نفسي بشوف هي فعلا قريبه من الطرق الرئيسيه، هي فعلا الخدمات حواليها ولا لا، اتجاه الشقه نفسه، اتجاهات البحري والابلي، ده بيفرق كتير قوي في حته الاستثمار برضو. طيب يا ترى الشقه على الواجهه ام جانبي؟ طيب الـ هو احنا زي ما قلنا احنا في مقاييس بنفضل ماشيين عليها في حته الشراء. انا عايز اقول لك يا دكتوره ان بالمناسبه يعني كان الدكتور بيتكلم على الاجانب اللي شاريين مننا، يعني او نسبه المصريين العاملين بالخارج نسبه كبيره جدا بتشتري مننا في الوقت الحالي وشاريه مننا من فتره كبيره، واللي عايز اقول لك نسبه 70% من الناس المصريين المغتربين بالخارج اشتروا قبل كده بيشتروا تاني دلوقتي. طيب دي وظيفه المستشار العقاري، انا ببتدي اشوف هو كان بيدفع قسطه بالعمله الصعبه، كان القسط ده قد ايه، فببتدي اقسم له القسط ده على الشقه اللي هو كان شاريها. طبعا حصل اختلاف في السعر واختلاف في فروقات في الاسعار في العمله الصعبه. طيب ببتدي اشوف هو القسط بتاعه هو كام، وابتدي اقنعه ان يعني لو كان بيحول للشركه 3000 دولار في الشهر بالظبط، لما حصل الفرق ده بقى بيحول 2000، فلسه معاه 1000. هي ال 1000 دي بقى تعالى اقول لك تحطها في انهي مشروع عشان تستثمر اموالك بشكل صحيح وكمان تكسب. بالظبط كده بدا يحصل عندي الموضوع ده كتير، ان العملاء اللي كانت شاريه مني خارج مصر اشتروا شقه تانية وثالثه، عشان هو شاف نفسه المكان نفسه في الاستثمار عامل ازاي، او الفرق في السعر في خلال السنه او الاثنين اللي فاتوا دول فرق معاه استثماريا بشكل عامل ازاي. شركه دريم تاون للاستثمار العقاري تتميز بايه عن اي شركه تانية في بيت الوطن؟ اوكي دريم تاون مميزه في بصراحه في حاجات كتيره، يعني اول حاجه احنا الملاك لكل المشاريع بتاعتنا، مش بيدخل معانا اي مشاركات او اي استثمارات مع حد على الاطلاق، احنا منظومه كامله متوفر فيها كل الاقسام، فيها قسم الماركتنج، قسم المبيعات، قسم الهندسي، قسم خدمه العملاء. انا العميل عامه بيبقى حابب دايما يفولو معايا قبل البيع وبعد البيع واثناء المعاينات نفسها، فاحنا عندنا حتى الوسائل المواصلات اللي بنقدر ناخد العميل بيها يروح بيها الموقع ويشوف المكان على ارض الواقع، بنقدر نغير اي حاجه في الديزاين لو العميل حب يعمل اي تغيرات هندسيه
ده بيبقى خلصان في خلال ساعة بالظبط. عندنا قسم هندسي قوي جدا، عندنا قسم تشطيبات، وبيبقى فيه برضو إمكانية القسط كمان. يعني عشان بيجي لي ناس كتير أنا عايز أستلم شقتي مثلا في 2026 أو 2027 أستلمها متشطبة، ببتدي أوصله بالقسم الهندسي يعرض عليه باقات التشطيب ويشوف إمكانياته وهو حابب يشطب إزاي، فأوريدي بوفر عليه وقت كبير طبعا. قوي، لأن هو لسه لما يستلم نص تشطيب وبعد كده يبتدي يفكر يشطب، لا أنا بأوريدي بسلمها له متشطبة بالفعل. وممكن يختار التصميم الداخلي كمان لو عايز يغير في المساحات الداخلية. بالظبط كده، وبيقدر يغير في الديزاين الداخلي زي ما هو عايز، عشان الشغل بتاعنا كله فلات سلاب، نقدر نغير الديزاين براحتنا. دريم تاون بقالها كتير في السوق العقاري، كان بدايتنا تجارة الأراضي، بعد كده دخلنا في موضوع التطوير، عملنا سابقة أعمال قوية جدا في مختلف أحياء القاهرة الجديدة، في منطقة الياسمين والمستثمرين الجنوبية والأندلس، وأوريدي أصلا في بيت الوطن سلمنا أكتر من 16 مشروع، غير اللي احنا فيه أكتر من 40 مشروع تحت الإنشاء، ده غير الحاجات اللي لسه مطروحة. وبنقدر كمان نوفر ميني كومباوند، ودي مش معظم الشركات بتقدر توفر حاجة اسمها ميني كومباوند في بيت الوطن، خدمات بسيطة بنقدر نضيفها في المشروع علشان نوفر للعميل كل احتياجاته داخل المبنى اللي هو شاري فيه. لو حابة أتكلم عن ميني كومباوند بالتحديد، حابة أعرف طبعا أكتر عن المشروع ده، ولكن خليني أسألك، شركة دريم تاون ليها سابقة أعمال على مدار كام عام في بيت الوطن؟ احنا بقالنا أكتر من 17 سنة في السوق العقاري، اتأسست الشركة على يد المستشار العقاري الراحل محمد عبد الحميد إسماعيل، بعد كده أولاد الحاج محمد هم اللي ماسكين الشركة، هم الأونرز الشركة حاليا. دخلنا في موضوع التطوير، عملنا سابقة أعمال كبيرة جدا في وقت قليل قوي. احنا الحمد لله كنا بنعكس دايما توقعات العميل. يعني أنا فاكر فترة كده السنة اللي فاتت كان ناس كتير قوي بتكلمني، كنت بيع لها محمود هتعملوا ايه، هتسلموا ولا لا الأسعار، طب هتسلموا بمواصفات التسليم اللي متفقين عليها. هل غيرتوا في الأسعار دي؟ يعني رجعتوا للعملاء وقلت لهم مثلا في فرق مثلا سعر في المتر او حاجه؟ اطلاقا طبعا خالص. انا ما ينفعش عميل هو اوريدي اصلا جاي دلوقتي، احنا لما بنيجي نشتري حاجه تحت الانشاء انا اوريدي باخد ريسك، تمام؟ ريسك عن ريسك بيفرق. انا باخد حاجه تحت الانشاء عشان اقدر اكسب فيها فيما بعد. طيب انا دلوقتي اتفقت مع العميل على سكيدجول معين، بيمنت بلان معينه، ما ينفعش كمان سنه اجي اطلب منه فروق في الاسعار، يبقى هو كده اشترى معايا عشان يكسب، هو كده بيخسر. بل بالعكس، احنا عملنا بند صريح من تخوفات الناس في النقطة اللي حضرتك تتكلم عليها دي بالتحديد، بند صريح اللي هو مهما تغير سعر الصرف او تغيرات في مواد البناء، ما ينفعش الطرف الاول يطلب من الطرف الثاني اي فروق في الاسعار على المده اللي احنا بنختارها طول الوقت. يعني اي تغيير طبعاً اقتصادي مش هياثر على العقد. اللي عايز اقول لحضرتك اللي احنا كنا بنسلم قبل ميعادنا، يعني قبل الميعاد، قبل الميعاد. يعني احنا جت علينا فتره اثناء التغيرات في الاسعار والناس كانت متخوفه جدا، وكان في بعض الشركات بتطلب فروق اسعار من العملاء، لا احنا زودنا جهودنا على ارض الواقع وقدرنا نسلم العميل قبل الميعاد بكواليتي تسليم قوي جدا، غير كمان اللي متفق عليه اعلى من المتفق عليه في العقد. يعني دكتور وسام، شركه دريم تاون للاستثمار العقاري ليها باع كبير في منطقه القاهره الجديده، هل بتقدم خدمه للعملاء ما بعد البيع؟ احنا عندنا الحقيقه تيم خدمه العملاء بيشتغلوا مع العميل من حتى مجرد ان هو جه زياره واحده للشركه، بيبداوا يتابعوا معاه، يقيم الزياره، يقيم المندوب البيع السيلز يعني اللي قاعد معاه، يقيم حتى مشروبات اللي اتقدمت له جوه الشركه. بعد كده بيتابع مع العميل في اجراءات الحجز والتعاقد واجراءات بعد كده الدفع، بيتابع معاه الاقساط، عنده اي مشكله في التحصيل، حصل لا قدر الله تعثر بتاع، يعمل له اعاده جدوله للاقساط، بيتابع معاه الانشاءات اول باول، من اول الرخصه للحفر للهيكل الخرساني، بيفضل معاه حتى بعد ما العميل بيستلم لو عنده اي طلبات تانية وخدمه العملاء تقدر تلبيها له بتلبيها له.
بيكون في تواصل دائم حتى طبعاً. في حتى العملاء اللي اشترت واستلمت من سنتين ثلاثه لسه على تواصل مع خدمه العملاء حتى هم خلصوا قسطهم واستلموا اليونتس بتاعتهم. انا كعميل اقدر ان انا اطلع على الجدول الزمني للمشروع، اجي اقول لك انا عايز اشوف واصلين مثلا لكام في الميه مثلا من الانشاءات؟ طبعا هو من غير ما يسال خدمه العملاء اول باول بتبعت له كل التفاصيل بتاعه المشروع، حتى من بدايه يعني بيبعت له الشركه النهارده قدمت الاوراق في المجمعه العشريه، النهارده استلمنا اللوحات، النهارده الرخصه بتتراجع في الجهاز، النهارده اول يوم بننزل الموقع، النهارده بدانا الحفر، الجسات اتعملت وهبعت لك النتيجه بتاعت الجسات اول ما تطلع. الكلام ده لجميع عملاء الشركه؟ اه طبعا كل العملاء، احنا جميع العملاء على تواصل بشكل دائم حتى في مناسباتهم الشخصيه، عيد ميلاده وعيد جوازه واعياد ميلاد ابنائه. طبعا ده بتعرفوه طبعا من الاستماره اللي الابلكيشن. اه الابلكيشن الابلكيشن اول ما العميل بيدخل بيحط بقى تاريخ ميلاده والحاجات دي. لطيف بالظبط، حلو قوي. بيكون يعني من الجانب الانساني والاجتماعي مش بس الاستثماري ان احنا نكون سبورت لبعض، مش عشان انا مثلا اخذت منك الفلوس وانت اخذت عقدك خلاص العلاقه انتهت. وكمان حتى لو بصينا للجانب الاستثماري، قلت جمله حلوه قوي يا استاذ محمود، قلت ان ممكن عميل يبقى شاري عندي واقنعه انه يشتري في مشروع تاني، هو لو مش شايف خدمه كويسه متابعه مطمن على فلوسه في الشركه ده اكبر تسويق ليا. يعني انا اكبر تسويق هو العميل، العميل السابق، العميل بتاعي. انا لما بفضل ماشي معاه على البروسيس على طول الوقت، اللي انا مش مساله ان انا قفلت بيعه النهارده خلاص انسى العميل فيما بعد، لا طبعا انا بفضل بتابعه، اي مشروع جديد بينزل ببعت للعملاء السابقين بتوعي كلهم، دول اكبر ماركتنج ليا. ليه؟ هو العميل بيرتاح للمكان، بيشوف معامله كويسه، بيلاقي حد بيابديت معاه كل المعلومات، معاه في اي مشكله لو حس باي حب يشوف الموقع تاني. مثلا في ناس كتير قوي بتشتري بتتعاقد من بره مصر، مش بينزلوا يشوفوا الموقع. طيب بتقدر ازاي توصله الموقع وهو مش موجود في مصر اصلا؟ لا بتنزل بعمل له فيديو، بشرح له المكان، اتجاهات الشقه نفسها عامله ازاي، ببتدي ابعت له لينك الفي ار عندي، نظريه الواقع الافتراضي، ودي هنتكلم عنها طبعاً بالتفصيل شويه. يعني حاجه مميزه جدا شركه دريم تاون قدمتها للعملاء، موضوع الفي ار ده، نلبس نظارة كده وتشوف اليونت بتاعتك كانك عايش جواها. احنا معظم هنتكلم عنها باستفاضه دي. مظبوط، معظم مشاريعنا عامة بتبقى تحت الإنشاء، أوكي؟ طيب العميل بيبقى عايز يتخيل اليونت بتاعته عاملة إزاي؟ أنا أوريدي في بلان اللي هي اللي فيها الأوتوكاد اللي فيها الرسمة بتاعت اليونت، بعمل له 2D وبعمل له 3D. طيب علشان نبقى واقعيين أكتر ويبتدي يتخيل شقته نفسها بتشطيباتها بالفرش بتاعها بالمقاسات بتاعتها، وفرت تقنية الفي ار الواقع الافتراضي. انا بعد ما بقعد مع العميل بتفق معاه على اليونت، نتفق على اللوكيشن، عملنا بيمنت بلان، خلاص كل حاجة تمام، نبتدي بقى ندخل الشقة وهي اوريدي مش موجودة، نتفرج عليها كمان سنتين بالظبط كده. بقى بيلبس نظارة الفي ار، نظارة الفي ار دي بيبتدي يتجول جوه اليونت اللي هو اخترعه بنفس المساحة وبنفس بيعمله ستايل الفرش نفسه، ريسبشن قطعتين او ثلاثه، طب هي فيها كام تويلت، فيها كام بيدروم. بناء على كده العميل بيبقى مبسوط جدا جدا ان هو متخيل الشقه بتاعته وهي اوريدي ارض مش مبنيه، بس قدر يدخل الشقه بتاعته وهي مفروشه ومتشطبه. فدي حاجه قويه جدا. يعني وكمان شركه دريم تاون من اوائل الشركات اللي دخلت تقنيه الفي ار. بالظبط كده، مظبوط. ده جذب عملاء غير مصريين اكتر؟ اه طبعا، هو دلوقتي بره مصر عايز ياخد قرار شراء، طيب هو مش واثق ان المساحه دي هتقدر توفر له الفرش اللي عنده او يقدر يفرش شقته بالطريقه اللي هو عايزها ولا لا. فتقنيه الفي ار ميزتها ان هي بتوصل لك انت بتشوف الشقه وهي متشطبه ومفروشه بالمساحات الفعليه بالفعل. يعني انا مثلا عندي الغرفه دي مثلا فيها سريرين، اتنين كومود مثلا، فيها دريسنج، فيها تويلت، كل حاجه على نفس الواقع. يعني احنا مش بنتخيل حاجه والواقع حاجه تانية. شركه دريم تاون بتنفذ نفس التصميم
المرفق بعقد العميل؟ طبعا بنسبة 100%. طبعا هو هي المصداقية يا دكتورة أهم حاجة في الـ في الـ في العقارات أو في السوق العقاري عامة، أو مصداقية الشركة. أنا يوم ما قررت أشتري في شركة دريم تاون قررت بناء على حاجات كتير، أولهم المصداقية. طيب مواعيد التسليم بتاعتنا هي نفس المواعيد اللي بنسلم فيها ولا كمان بنسلم قبل ميعادنا؟ فالحاجات دي مهمة جدا. أنا مواصفات التسليم، بل بالعكس أنا في حاجات بعملها في المشاريع بتاعتي مش موجودة في مواصفات التسليم المذكورة في العقد. وإحنا عندنا العقد كمان بسيط جدا، مفهوم جدا، في كل الاحتياجات العميل عايزها، مأمن حقوق الطرفين، ودي من النقط المهمة جدا، الأوراق القانونية والعقود وملكية الشركة. إحنا بنعامل العميل دايما إن إحنا أسرة واحدة، وده الأستاذ محمود بيتكلم فيه. إحنا وقت تسليم المشروع زي أي أسرة إحنا بنقدم هدية للعملاء بتوعنا. لو مواصفات التسليم كان متفقين على 10 بنود، العميل بيلاقيهم 12 13 بند حاجات إكسترا هو ما اتفقش عليها وما بيطلبش منه تمنها. طبعا دي هدية من الشركة لي، والشركة بتكون قصدة ده طبعا إن هي تزود في سواء بقى في البنود، سواء في الخدمات، سواء في البنفيتس أو كده، عشان تكسب العميل أو بتشوف إن أنت أسرة. عشان في الاخر العميل زي ما استاذ محمود قال هو افضل وجهه تسويقيه للشركه. العميل الورد اوف ماوس ده السحر، ما فيش حد بيقتنع ان هو يشتري الا لو سمع من واحد واثنين وثلاثه قال له ان المكان ده كويس. بما ان حضرتك مالك لشركه تطوير عقاري، شايف الاسواق العقاريه في الاونه الاخيره ازاي داخل مصر؟ داخل مصر احنا في طفرة ما حصلتش يمكن من 5-6 سنين، اللي وقتها اصلا الناس كانت شايفة ان ده البيك بتاع العقارات وان ده اعلى حاجة العقارات هتوصل لها، وكان في مخاوف واحنا كده هنوصل للبالونة عقارية ولأ والاسعار دي مش واقعية. احنا رجعنا تاني النهاردة بسبب الطروحات الجديدة من الدولة وصفقة راس الحكمة، رجعنا تاني اعلى من البيك اللي كان موجود من 5 سنين. الطلب زايد بطريقة مرعبة فعلا على كل الوحدات، سكني ساحلي اداري تجاري، بشكل كبير جدا. سواء زي ما قلنا كمان عملاء، كمان الزياده اللي حاصله السنه دي ان العملاء من بره مصر ومش عرب، عملاء اجانب بدات تشتري في مصر. ماذا تتوقع ان يحدث في المستقبل القريب في الأسعار العقارات؟ نعم. أتوقع هيكون في زيادة تاني خلال الكام شهر اللي جايين دول قبل نهاية السنة من 10-15%. يعني عايزة أقول يا رب، وفي نفس الوقت مش عايزة الوحدات تزيد قوي. الناس محتاجة إن هي تشتري سواء بقى لسكن لاستثمار، فالزيادة دي بتصعب الخطوات. مقابل الزيادة دي في أنظمة سداد تقدر تخلي العميل هو ياخد الخطوة يشتري ولا لا؟ أستاذ محمود خليني أختم حديثنا مع حضرتك ونتحدث بقى عن المشاريع الحالية لشركة دريم تاون للاستثمار العقاري. أوكي، إحنا عندنا أكتر من 40 مشروع حاليا تحت الإنشاء في منطقة بيت الوطن، غير المشاريع اللي لسه ما طرحتش للبيع. عندي أكتر من ميني كومباوند في أكتر من حي، عندي في الحي الأول، عندي في الحي الثاني، عندي في الحي الخامس في منطقة بيت الوطن. والميزة إن بيت الوطن في أحياء بدأوا يطلقوا فيها التيار الكهربي، فدي هتبقى حاجة كويسة جدا لينا سواء كان استثمار أو سكن. فقدرنا نوفر أكتر من ميني كومباوند عشان الفترة اللي فاتت كتير قوي من العملاء. إيه هو الميني كومباوند؟ طيب الفاسيلتيز دي قدرت توفرها ازاي في عماره سبت سكنيه؟ كلمنا عن نموذج حي، مشروع من مشاريع شركه دريم تاون وهي ميني كومباوند. احنا اوريدي دلوقتي اصلا عاملين لونش على 2 ميني كومباوند في منطقه بيت الوطن بمقدمات خياليه، استارت المقدم من 10% ومده سداد توصل لحد 72 شهر، وباسعار حرفيا مش موجوده في التجمع. مشاريع لسه تحت الانشاء. تحت الانشاء مظبوط. استلام كمان كام سنه؟ استلام خلال 3 سنين. 3 سنين مظبوط. وقسط لحد 72 شهر. لحد 72 شهر. هايل جدا.
كمل حديثنا عن مشاريع الشركة. هي فكرة احنا عندنا في معظم احياء بيت الوطن من الحي الاول لحد الحي الثامن عملنا فكرة الميني كومباوند اللي كنت بكلم حضرتك عليها، اللي انا قدرت اوفر فاسيلتيز بسيطة في العمارة العادية، وده مش بيبقى موجود كتير الا لما بنكون عندنا اكتر من قطعة ارض جنب بعض، فبنقدر نوفر كونسبت الميني كومباوند. هو بيبقى من فيلتين او اكتر من فيلتين، ثلاث فيلل اربع فيلل، بيبقى موجود فيهم البول الجيم الكيدز اريا، بحيث ان بوفر على العملاء لو مثلا اطفال حابين يستفيدوا مثلا بالحاجات اللي زي كده من غير ما هو يروح مثلا نادي او يمشي مسافات طويله، فبيقدر يستمتع بكل الرفاهيه في الميني كومباوند. فقدرنا نوفر الفتره اللي فاتت اكتر من ميني كومباوند في اكتر من حي في بيت الوطن، ومشاريعنا الحمد لله موجوده في معظم احياء بيت الوطن. عظيم جدا. دكتور وسام، انا عايزه تصريح حصري في هنا الجمهوريه الجديده. شركه دريم تاون للاستثمار العقاري بتمتلك سابقه اعمال على مدار 17 سنه في بيت الوطن في القاهره الجديده. يوم ما هتطلع من بيت الوطن هتطلق مشروع سكني ولا اداري؟ يعني في الغالب الرؤيه بتاعت الشركه في السنين اللي جايه لا هيبقى برضو سكني، ده اللي احنا قدرنا نثبت فيه وجودنا، وده اللي حققنا فيه نجاحات كبيره جدا على مدار السنين اللي فاتت. فالمشروع اللي جاي برضو هيكون سكني حتى سكني. لو خارج القاهره الجديده. عظيم جدا، نورتوني وانا سعيده جدا بلقائنا، ودايما يا رب شركاء نجاح، وبعيش معاكم لحظات مفرحه وبتكبروا اكتر وبتطلقوا مشاريع اكتر، عدد عملاء الشركه بيزيد بشكل يومي، شيء طبعا يسعدني ان احنا بقالنا داخلين في سنتين بننزل مزبوط. ننقل الواقع لمشاهدينا الكرام ان شاء الله يستنونا الحلقه الجايه من على ارض الواقع شركه دريم تاون، وهنقل ليكم حجم مشاريع تم في 17 سنه. نورتوني. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقه قويه جدا عن شركه دريم تاون للاستثمار العقاري، وعن ملفات تهم السوق العقاري المصري، سواء مستشار عقاري، عميل، مستثمر، اونر لشركه تطوير عقاري. جاوبنا على اسئله كتير جدا، ساعات الاسئله دي بتجيلي على الصفحات بشكل شخصي، والحقيقه حبيت ان انا اكون النهارده لسان الناس. الى اللقاء ودمتم امنين. مصر كبرت وخلتنا نفتخر اكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصاحبتنا، مصر دي ام الدنيا. الله عليكي يا بلادي، بقيتي احلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة انت اللي بنيها بكل ما فيها حاميها، ربي يخليك ليها وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة انت اللي حبيبها ولا لحظة كنت